السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنزرع مع بعض نبات اللوف. اللوف او الليف طبعا ده يعني اغلب الناس عارفاه، اللي بنستخدموه في الاستحمام. الصورة بتاعته دلوقتي هتظهر معانا على الشاشة. طبعا ده ليه استخدامات كتير، ممكن يستخدم بنفس الشكل اللي احنا الطبيعي بتاعه اللي بنستخدمه في الاستحمام، او بيتعمل له منتجات بديلة زي برضو الصورة اللي هتظهر معانا دلوقتي. والبذور بتاعته بتبقى بالشكل ده، بذور اللوف. تمام، البذور دي طبعا بتتاخد من الثمرة نفسها اللي هي الليفة. بس المشكلة ان الاغلب اللوف اللي بيبقى موجود في الاسواق بيبقى معمول بمية نار، وبيتاخد قبل ما يطيب، فعشان كده بتبقى البذور اللي موجودة فيه بيبقى لونها ابيض. البذور الصالحة للاستخدام اللي هي لونها اسمر دي طبعا بتبقى الثمرة متسابة على الشجر لغاية ما تطيب خالص وتنشف، لونها يبدأ يتحول من الاخضر للاصفر وبعدين البني خفيف. دي كده بتبقى طابت. بناخد منها البذور اللي هي السودة ديت، لو لقيت البذور السودة ديت ممكن دي تتزرع. ميعاد زراعتها بيبقى من شهر 3 لشهر 5، من شهر 3 لشهر 5. تمام، هنبدأ نزرع كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بس نخلي بالنا من نقطة، ان لما نيجي نزرع بنعمل الجورة او الحفرة بتاعتي وما نخليهاش غويطة قوي، يعني يا دوبك مثلا تبقى ايه، عقلة صباع كده في الغوط. وما نحطش بذرة واحدة، لا هنحط بذرتين او ثلاث بذور، لان في بذور منها ما بتطلعش. تمام، حطينا مثلا بذرتين كده جنب بعض وهنبدأ نغطيهم ونروي على بعد تقريبا 30 سنتي. هعمل جرة تانية، هناخد برضو بذرتين وهنحطهم. هنعمل كده على المنطقة بتاعتنا كلها، وهنشوف بعد الانبات هيبقى شكله عامل ازاي. خليكم معانا. ده الشكل الانبات بتاعه بعد 10 ايام، بيبدأ يطلع معانا بالشكل ده. طبعا مش كله بيطلع في وقت واحد، ممكن بذور معينة تطلع بدري شوية، يعني دي مثلا طلع بدري شوية، بدأت تطلع اول ورقة. هو في البداية بياخد وقت شوية في عبال ما بيبدأ يكبر، لان بيمد جذور، لكن بعد كده بنلاقيه بدأ يكبر بسرعة رهيبة وبيدينا كمية كبيرة جدا. ده بعد 10 ايام تقريبا من بداية الزراعة. ده بعد 15 يوم، يعني اسبوعين تقريبا، بدأ ان هو يطلع تاني ورقة، وبدأ يطلع عنقود اهوت اللي هو التالت ورقة اللي هتبدأ يطلع منها بقى ايه المادات بتاعنا. وبعد كده التفرعات هتبدأ تطلع بقى من جنب كل ورقة من هنا زي ما احنا شايفين. من بعد كده يبدأ بقى ان هو يتكاثر بطريقة كبيرة. طبعا ياريت ان هو يتعمل له زي العنب كده تكعيبة،
او خيوط ان هو يبدأ يمد عليها افضل من انه يمد على الارض. هو طبعا حتى لو على الارض هو متشعب يعني، بيبقى عامل زي البطيخ كده والاناناس والكنتالوب، بيبدأ ان هو يطلع على الارض عادي مفيش مشاكل خالص. بس الافضل للثمرة والمكان وللشكل الجمالي ان هو يتعامل على تكعيب. ان شاء الله لما يكبر ويثمر معانا هنبدأ برضو نوريلكم الثمر بتاعه، هو بيطلع ثمر كتير جدا، فزراعته سهلة وان شاء الله تبقى كويسة ونحاول نجرب فيها. هو يومين زراعته الفترة ديت لغاية شهر 5. شكرا لمتابعتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.